السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام في كل مكان على قناة يمن شباب، أطاب الله مساءكم بكل خير. ماذا على المحافظ الجديد أن يفعل؟ سؤال هو لسان حال أبناء تعز جميعا في هذه المرحلة، خاصة لتخفيف منابع الفساد وتحجيم دور الفاسدين. لا شك أنه بمفرده لا يستطيع، ولذلك نتساءل عن دور المؤسسات والمنظمات التي تكافح الفساد بشفافية، وأيضا عن دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي من واجبها إسناد المحافظ في مثل هذه المرحلة. نذكره أن للمحافظة مخصصات مالية للنظافة صرفت، بينما شوارع تعز لا زالت تخنقها المخلفات والنفايات. كما نتذكر معه أيضا تلك الميزانية التي رصدت لإعمار تعز، ما الذي تم إنجازه منها، والذي تم هل تم وفق المعايير والمواصفات أم لا. كما أيضا نضع بين يديه قضية أكثر إيلاما، أقصد أكثر إيلاما، هي تلك المخصصات التي رصدت لعلاج الجرحى والتي ذهبت إلى حسابات خاصة، بينما الجرحى مشغولون بجراحاتهم. المهمة صعبة، وقلوب الفاسدين لا تقوى أبدا على المواجهة لو وجدت إرادة صادقة. البيت الذكي مشروع تخرج لمجموعة من طلاب جامعة تعز قسم الميكاترونيكس بكلية الهندسة. فكرة المشروع يلخصها المقطع التالي، نشاهد. مشروعنا سمارت هوم، أو المنشآت الذكية. طبقنا هدف المشروع هو الحماية والتسهيل. طبقنا فيها 6 أفكار عملية، ويمكن إضافة أفكار إضافية بناء على الطلب أو الرغبة. الفكرة الأولى فتح الباب الرئيسي، إما عن طريق كلمة سر، إذا كانت كلمة السر صحيحة يفتتح الباب، إذا كانت خاطئة يعمل إنذار ويوصل إنذار للطرف الثاني. الطريقة الثانية عن طريق ريموت كنترول، إذا كان التحكم من داخل، إذا كان الشخص من داخل. الفكرة الثانية التحكم بالإضاءة الداخلية والخارجية عن طريق تطبيق أندرويد، مثل إضاءة غرفة المجلس، إضاءة غرفة النوم، إضاءة الحمام، وكذلك تشغيل المروحة الكنديشن لعملية تلطيف الجو أو انخفاض درجة الحرارة. الفكرة الثالثة هو معرفة درجة الحرارة داخل المنشأة وعرضها على سيفين سيجمنت، وإذا وصلت درجة الحرارة إلى حد معين تشتغل المكيف أوتوماتيكي. الفكرة الرابعة في الأماكن التي تتواجد فيها غازات قابلة للاشتعال في نظام مضاد الحرائق، بحيث يعرف إذا كان وجود غاز، تسريب غاز، وتشغيل المراوح عن طريق شفط أو سحب الغاز إلى الخارج وعمل إنذار بوجود تسريب غاز. الفكرة الخامس هو المراقبة، مراقبة الجزء المحيط بالمنزل، حيث إذا وجد جسم قريب من المنزل يعمل إنذار ويرسل الإشارة التنبيه، سواء تربطه بالنت أو إلى شخص داخل المنزل. الفكرة الأخيرة والسادس هي عن طريق تزويد المنشأة بالباور، أو يتم تحريك اللوحة الشمسية أوتوماتيكي باتجاه الشمس من الشرق إلى الغرب ورجعها إلى الشرق. الفائدة العلمية أن طبقنا التكنولوجيا والذكاء الصناعي على أرض الواقع. من الجانب فائدته من الجانب الأمني أنه يحمي المنشآت الحكومية والمنشآت التجارية من حد السرقة، من حد الاغتيالات، وكمان عملنا حساسات حماية المنشأة والحكومية أو البيت الذكي من الحرائق والمفاجئ. في حقيقة الأمر كان الموضوع إجباري علينا كمقرر في مادة الروبوتكس، لكن نحن توسعنا في المجال هذا فحبينا المادة وتوسعنا بو أكثر، بحيث أنه صار اختياري لنا وشاركنا فيه بو، والحمد لله توفقنا فيه بو. أهم ما يميز هذا الجانب أنه لما حبينا المشروع هذا أبدعنا بو أكثر، بحيث أنه وسعنا المجالات لبيت متكامل ذكي من وإلى. الإبداع والابتكار في مدينة منكوبة نوع من أنواع التحدي الذي واجهه هؤلاء الطلاب، ومحاولة جادة منهم لتأكيد الذات وتجاوز الصعاب.
أكبر عقبة واجهتنا في هذا المشروع هو عدم توفر القطع والمتحسسات بسبب الوضع الذي تمر به البلاد، حيث أردنا تقديم مشروع متكامل من حيث الجوانب الأمنية والترفيهية. شاركنا بمسابقة الشيخ خليفة من زائد، وكان متقدمين عددهم 300، وقسمت الجوائز على 4 محاور، وكان كل محور فيه 3 فائزين، ونحن حصلنا بأحد المحاور على المركز الثالث. أهم ما في رسالتنا أنه نوجد داعم محب لهذه البلاد، بحيث أنه كوننا شركة تصورية لمستقبل البيت الذكي، بحيث أنه شركة متكاملة من وإلى، حيث سوينا دراسة جدوى متكاملة فيها من خارج وداخل الموظفين من إجمالي، بحيث أنه بنحتاج لهذه الشركة من العمال من طلاب كلية الهندسة اللي هم الآن ما لاقوش عمل لحدك، والآن بنوظف مهندسين كثير، وإن شاء الله هذا أعتقد أنه بيكون مشروع زاهر جدا، لحيث لأنه الآن شركة سامسونج بدأت تطبقه بكوريا، والآن لاقت نجاح كبير جدا، لأنه أغلب الناس من مننا مشيش يكون بيته متكامل الذكاء، من مننا مشيش يكون عايش برفاهية يعرف إيش يحصل بيته إيش هذا، هذه الحاجات كلها مرغوب لدى. حتى نحنا قبل نسوي هذا المشروع نزلنا في عنا دراسة جدول للمنازل، كنا نشوف إيش المطلوب من الأشخاص، يقول لك أنا أشتي مثلا بيتي تكون راقم من بعيد، أشتي يشوف الألواحق مثلا إذا في واحد يطلع السقف كده يسرقهم، يعني بالذكاء الصناعي من وإلى. واحتمال الآن نحن قد جهزنا معنا مشروع القطاع التكلفة كم الأموال اللي نحتاجه موجود دراسة بأكمل، يعني لو في أي مستثمر أو أي حد ممكن ندعم نحن بهذا الشيء، يعني أتوقع مشروع قوي جدا ومجرب وطبق، والآن طبقناه نحن هنا على أرض الواقع، صح إنه بشكل مقسم صغير، بالرغم إنه لما أطبقه على المقسم الأكبر بيكون أسهل لي وأوفر، يعني هم قطع معينة ممكن تشل مجموعة متحسسات، مجموعة سيرفو موتور على حسب الحجم، تأخذهم متكاملين، وأي واحد يطلب منك ممكن أطبق له على طول. أنا طبقته المنزلي طبيعي، كله متحكم ذكي من وإلى، ولا في أي مشكلة، وكلفنا حصل حاجة بسيط. الآن لو نحن قربنا نطبق لأي منزل يجي أي واحد يطلب طبق له طبيعي، ما فيش أي خلاف ولا أي مشكلة. إنجاز مثل هذه المشاريع الإبداعية رغم الصعوبات وشحة المواد اللازمة يعد انتصارا في مدينة تخضع لأسوأ حصار في تاريخها. النظافة في تعز، مخصصات مالية خيالية دون جدوى رغم مناشدات المواطنين وحرص المسؤولين وتحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض، لكن حتى اللحظة لم نلمس أي أثر. صرفت مبالغ كبيرة من أجل النظافة إلى جانب الموارد اليومية التي تجبى كرسوم تحسين. السؤال الملح، أين النظافة وأين تذهب تلك المخصصات؟ نطالب السلطة المحلية والمجلس المحلي محافظة تعز برفع المخلفات والقمامة من الشوارع من الأحياء السكنية والسوائل، لأن هذه المخلفات تؤدي إلى أمراض وبيئة مثل حمى الضنك وكثير من الفيروسات، علما بأن السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين لديهم دعم ولديهم وسائل ممكنة، والآن وصلتهم وسائل حديثة لنقل المخلفات، فنطالبهم برفعها حتى لا تزداد الأوبئة والأمراض. طبعا مستوى النظافة عندنا بالسابق كان متدهور جدا، الان مذبذب، يعني الشغل احيانا يكون جيد واحيانا ينزل الى ادنى مستوى. في عندنا شارع بالحاله يمكن تقدر تقول ان القمامه قد وصلت الى مستوى الجبال، يعني قد خلاص حتى الطريق قطعت من شده الهمال، وفي مناطق لا بس يعني افضل من قبل، يعني الموضوع هو يعني حسب المزاج تقريبا الشغل. فمعهم لشارع قمر بس اللي يصفونه، باقي الأحواري ما يصفوش، ما يندلهمش حقوقهم، يشغلوا النوم كذا بس، تعبوا النوم تعب، يأخر النوم من 3 أسابيع، من أسبوعين، من شهرين، من 3 شهور، قدام المحافظة معهم الشارع هذا اللي يصفونه بس، باقي الأحواري اللي يصلحوا ولا شيء، ولا يصفوش. نحن في حي القهوري، وكما تشاهدون الآن القمامة هذه مضررين لنا يجي حوالي 4 سنين أو 5 سنين،
لا من رفعه ولا يعني الذباب والأمراض ولا ذب داخل البيوت حقنا. يعني وفي دعم من اليونيسف وتحسين المدينة ويأخذوا البلدية وجميع الجهات الاختصاص لا ظهر تحسين المدينة إلا أنه شوفوها ولا أبو حاجة لا من أجي رفع ولا من أجي طيب. النظافة من الإيمان يا جماعة الخير. مشاهدين الكرام، رأينا في هذه الفقرة من برنامج تعز في أسبوع أن نخصصها لتسليط الضوء على المدارس التي تهتم برعاية الموهوبين وتحول العملية التعليمية إلى مهارات عملية وإبداعية تخلق فيهم روح التنافس. وأولى محطاتنا كانت مدرسة الشهيد الحكيمي. نشاهد. كانت أكثر هوايتي الرسم، والحمد لله تابعته ومارست موهبتي بثقة وإصرار وعزيمة بنفسي. طبعاً يعني أكثر كانت تشجيع من قبل أهلي في البيت. أكثر شيء كان والدي ووالدتي الله ربي يحفظهم لي، وأخي أيضاً الكبير وكل عائلتي. بديت بأول شيء رسم بألوان زيتية، كنت دايماً أجلس يعني أرسم بألوان بدفاتر عادية. بعد ما دخلت مدرسة الشهيد الحكيمي عملوا دورات وكنت ألتحق بهذه الدورات بكثرة. من أهم أعمالي هذه الصورة، يعني رسمتوها على أساس إنه في مش كل الناس يظهر لك الوجه الحقيقي أو الوجه الأصلي له. في ببعض الأوقاف تعرف أنت الشخص مش الشخص اللي أنت تعرفه. مرت علي موقف لذلك اصطدمت بشخص ما توقعتش منه هذاك الشيء، لذلك أعطتني الفكرة أنني أعطي هذا الدرس يعني أو هذه اللوحة بشكل أنني أعبر إيش الشكل اللي كان هي توحي لي. أيضا من أعمالي كانت هذه الصورة، أنها تتحدث عن الروح الشبابية. في أنا جبتها على هيئة رجل شيبة، أن بداخله ما يوحي إليه ما يعيده إلى شبابه. طبعا عملت أنا صورة يمن شباب لاستقبالكم بها في مدرسة الشهيد الحكيمي. أيضا عملت بصورة توحي إلى الروح اليمنية، عملتها بشكل الجنبية اليمنية، الزي اليمني لليمن بشكل عام. اختصرت في هذا الموضوع كامل أنني كتبت بعض العبارات أو النشيد الوطني في هذه الجنبية. أنا أدعى سلطانة علي الريمي من مدرسة الشهيد الحكيمي، أدرس في الصف التاسع أساسي، ومواهبي هي الإبداع والمقسمات، وهذه بعض أعمالي. وتقريبا هذه بيت على شكل فيلا بس مش مكتملة، يعني ما لقيت الأشياء المتوفرة. وهذه بيت يعني بيت عادية، بيت يمنية. وهذه بيت يعني بتكون من شكل خارج بأشياء بسيطة ومعبرة، نقدر إن إحنا نصنع أي شيء، يكون قد يكون بالورق، قد نصنع كرت حلو وروعة. من أشغالي التي عملتها كانت الخريطة اليمن، وهي فيها مطارات اليمن الذي يوجد في اليمن. إدارة المدرسة الناجحة تخلق شراكة بين المدرسة والمجتمع، بين الطالب في المدرسة وأسرته في المنزل، وتحرص أن تكون الأنشطة محور أساسي في العملية التعليمية. دور المدرسة كمان معي الأستاذ محمد الحميري، هو أكثر شجعني، والأم الفاضلة مدد المدرسة سميحة أبو سروري. كمان شجعتني الأستاذ أسمهان أكثر شيء بدعاتي، قالت لي لا تخليها، خليها ممارسة جدا. طبعا أنا ما شقدرش يعني أنني أترك هذه الموهبة. أنا الآن ما زلت يعني لحد الآن أشارك ببعض المدارس أرسم، شاركت بعض المدارس أرسم في الأحواش حقهم رسومات خيالية. أنا لحد الآن أشتي كمان أدخل الجامعة دخول فنون جميلة وكمان أرسم. أنا الطالبة شهد فؤاد إسماعيل، أدرس في الصف الأول الثانوي في مدرسة الشهيد الحكيمي. لدي موهبة الرسم وقد رسمت هذه الأشكال، هذه مستوحاة من قطعة فنية. طبعا لم أتلقى أي تعليم
أو دورات من قبل الرسم. الطالبة إخلاص عبد العزيز من جماعة الصحافة المدرسية. طبعاً قبل كذا أنا ما كنت لا من الصحافة المدرسية ولا شيء، بس كانت عندي موهبة بالكتابة وتم تدريبنا بالمدرسة هنا. كانت مجموعة الصحافة المدرسية متكونة من 12 طالبة. هذه بعض مشاركات مجموعة الصحافة المدرسية، ونأخذ مثالاً واحداً وهو مكتوباً في هذا المقال: النتائج سوف تبقى صامدة رغم كل التحديات. مدرسة الشهيد الحكيمي طبعاً من المدارس التي تهتم دائماً بالموهوبين وبالأنشطة المدرسية على وجه سواء، مع طاقمها طبعاً ممثلة بالأستاذ مديان الشميري، الأستاذة إقبال، أستاذة إسمهان وكيلة المدرسة وكيلة الأنشطة المدرسية، أيضاً الأستاذ محمد الحميري وكل الطاقم المتواجد في المدرسة. كلنا نعمل على الارتقاء بالأنشطة المدرسية إلى المستوى المطلوب بإذن الله، وأيضا نسعى إلى صقل موهبة الموهوبين مثلا في النشاط الثقافي، النشاط الرياضي الفني، ونقوم أيضا بتوفير ما استطعنا به على أساس نوفر للطالب بحيث إنه يعمل على صقل موهبته. قد تكون هذه الموهبة تنفعه في المستقبل، سواء كانت للطالبة قد تكون يعني في سوق العمل من ناحية اقتصادية، قد تكون أيضا في بيتها تعمل على تزيين منزلها وأيضا مدينتها. الاختصاص الاجتماعي له دور كبير جدا، أدواره طبعا لا تنحصر، ولكن ممكن نحصرها في ثلاثة أدوار رئيسية اللي هي طبعاً الدور الوقائي والدور التنموي والدور العلاجي. طبعاً بالنسبة للدور الوقائي، نحن طبعاً اليمن كما معروف طبعاً تعرضت للحرب وخذت سنوات كثيرة جداً، انعكس طبعاً عليها على الشعب كامل، ليس فقط على المدارس وعلى الطلاب، لكن انعكس على المجتمع بشكل عام. بالنسبة طبعاً للجانب الوقائي، النقي طبعاً الطالب أو الفرد والإنسان بشكل عام من كل ما يتعرض له من مشاكل وكل ما يدمر شخصية الطالب والفرد بشكل عام. فذلك عملنا الجانب التنموي طبعا اللي هو الدور الأساسي للاختصاص الاجتماعي، اللي هو تنمية المهارات والقدرات الإبداعية للطلاب، وذلك من خلال تحفيز ومشاركة الطلاب في كافة الحفلات الوطنية، المناسبات، إقامة المعارض، الأنشطة والوسائل التعليمية التي تساعد الطالب أولا وأخيرا على إبراز موهبته، إلى جانب إبراز قدرته ولفت الانتباه إليه، وكذلك إلى جانب إخراجه ووضع له نوعي من التنفيس أو الراحة النفسية أو تحقيق من الأمن النفسي الاجتماعي للطالب. للمسؤولين عن الأنشطة والأخصائيين في المدرسة دور البحث عن المميزين والمبدعين في مختلف الفصول الدراسية والعمل على تنميتها في عدة مجالات. كان عندي فكرة في البداية أنني أوزع ما يسمى باستمارة نشاط مدرسي لاكتشاف مواهب الطالبات، كانت هذه أول فكرة قبل ما يكون في فتح لقسم أنشطة داخل المدرسة. طبعا هذا القسم استحدث هذا العام بعد اللي شفنا الآن من ترميم للمدرسة، بعد الحدث الكبيرة اللي حدثت داخل في شارع المرور. فكان الفكرة أنه يتم اكتشاف الطالبات من خلال هذه الاستمارات، استمارة النشاط المدرسي. فاكتشفنا أن الطالبات عندهن إبداع كبير في مجالات كثيرة، كان فقط يحتاجن إلى باب فقط عشان يدخلن منه لهذا المجال، سواء كان في جهة الرسم زي ما شفتهم، في جهة من جهة الأشغال اليدوية، الإنشاد، الإلقاء. موهبتي الإنشاد، وأيضا أحب تقليد القراء، ومن القراء اللي قلدتهم الشيخ ياسر الدوسري لأنني أحب صوته كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. كمان الشيخ خالد القليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول،
فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. أشكر بعض أولياء الأمور الذين قدموا الدعم لبناتهم في المدرسة، وكذلك الشكر موصول لإدارة مكتب التربية بالمحافظة وفي المديرية. الدعم الخارجي بعض الأحيان من قبل بعض الزوار للمدرسة من حيث التشجيع وما إلى ذلك يرفع من الدعم النفسي لدى المبدعات داخل المدرسة في كافة الأنشطة الثقافية والعلمية. زيارتكم هذه كانت البذرة الأولى لتفعيل مثل هذه الأنشطة داخل المدارس ولخلق روح المنافسة بين المدارس فيما بينها. إلى الآن معنا في المدرسة 12 نشيد ملحن، ومعنا كذلك ملحن ومسجل باستوديو، وشاركت بالكثير من الاحتفالات بالوداع، وكانت الداعمة والراعية الأساسي لكل الاحتفالات الأستاذة سميحة محمد أبو السرور الذي أعطتنا مساحة واسعة في المدرسة، ووجدنا كذلك جانب إبداعي رائع من خلال الطالبات. طبعا هذه الأنشودة من كلمات الأستاذ مدين حسن الشميري والألحان أني لحنته، وكانت بالصف السابع الأساسي. قلوبنا ترفرف وبالدموع تذرف، نسمع لحونا تعزف وكل جسم يرجف، من لحظة الوداع. أنت القناة ولا سواك قناة، أنت الشباب لسانه وحياته، أعطيت لليمن السعيد جماله، روح الشباب وعطره وشفاته. أنت القناة ولا سواك قناة، أنت الشباب لسانه وحياته. رسالة إلى كل المسؤولين، رسالة من طالبات الشهيد الحكيمي الذي قدم روحه فداء للوطن. تعز أمانة في أعناقكم فلا تتركوها، تعز أغلى من حدقات عيوننا فمتى تتحرر؟ نحن بدورنا في برنامج تعز في أسبوع نشكر إدارة المدرسة لما قدموه للموهوبين وما قدموه لنا من حفاوة وتكريم. أأمل أن ألتقي بكم الأسبوع القادم في مدرسة أخرى ومبدعين آخرين. أترككم الآن مع الزميل أحمد البكاري وحصاد هذا الأسبوع. أهلا بكم في حصاد هذا الأسبوع. وجه محافظ تعز نبيل شمسان بتسفير الحالات الحرجة من المصابين جراء المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في حي الروضة شمال شرقي مدينة تعز، وتسببت باستشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة 16 آخرين. وقال مدير عام إعلام المحافظة نجيب قحطان إن وفدا من السلطة المحلية قام بزيارة الجرحى في قسم الرقود بمستشفى الصفوة بناء على تكليف من المحافظ شمسان، مشيرا إلى أن هناك حالات قال الأطباء بأنها بحاجة إلى سفر للعلاج في الخارج. قال رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور محمد الثوابي إنه لا يوجد لدى اللجنة الطبية ميزانية لعلاج جرح الحرب في تعز، مع أن هناك حاجة لعدد 350 جريحا للعلاج في الخارج. وأوضح رئيس اللجنة الطبية في اجتماع مع السلطة المحلية أن 424 جريحا من مبتوري الأطراف بحاجة إلى أطراف صناعية، و220 مشلولا من المصابين الجرحى يحتاجون إلى علاج دائم ورعاية طبية مستمرة، بالإضافة إلى 1000 جريح يحتاجون إلى عمليات في مستشفيات المدينة والمدن الأخرى. وناشدت اللجنة الطبية والسلطة المحلية رئيس الجمهورية ومركز الملك سلمان تقديم كل ما يمكن تقديمه بصورة عاجلة لإنقاذ جرحى تعز. نظم تيار فبراير الوطني في محافظة تعز ندوة سياسية
حملت عنوان تفاهمات السويد خطوة للحل أم تميع للقضية الوطنية، وقدم فهمي عبد الرحمن ورقة ارتكزت على قراءة تحليلية في مشاورات السويد وموقف الأحزاب المفترض منها. وقال فهمي عبد الرحمن من المفترض على الأحزاب السياسية أن تمارس كل وسائل الضغط المتاحة لها خلال المرحلة الثانية من المشاورات المتعلقة بالملفات السياسية بهدف جعل تلك المشاورات تسير وفق المرجعيات الوطنية والدولية التي أجمعت عليها كل القوى اليمنية. أما عن موقف شباب الثورة المفترض من تفاهمات السويد فقد قال عبد الهادي العزعزي رئيس تيار فبراير الوطني إن جماعة الحوثي تثبت يوما تلو آخر بأنها لا تؤمن بالسلام وأن على الشرعية الاستمرار في المعركة العسكرية لاستعادة كل شبر من الجمهورية، مؤكدا أن موقف الشباب يعبر عنه أبطال الجبهات في الجيش الوطني المرابطون على امتداد جغرافيا الوطن وأن هؤلاء الشباب هم المعبر عن موقف الثورة وإرادة الشعب. شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على أهمية وجود آلية تنسيق سلسة وتواصل مباشر بين عقال الحارات ومدراء أقسام الشرطة والمؤسسات الخدمية لما من أجله حفظ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين. وحذر المخلافي خلال اللقاء التشاوري والموسع لإدارة شرطة المحافظة مع عقال الحارات أنه حال وجود أي قصور أو اختلالات من قبل عقال الحارات سيعرضون للمساءلة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جانبه وجه مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي عقال الحارات بعدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو القيام بأي أنشطة تتعلق بمهامهم لصالح الجهات الأخرى غير الجهات الرسمية المختصة، مؤكدا على أهمية تعاون عقال الحارات مع أقسام الشرطة مع أي مهام أخرى يتم تكليفهم بها لحفظ الأمن والسكينة. كرم مكتب التخطيط والتعاون الدولي المشاركين في البرنامج التدريبي الأول لموظفي المحافظة والبالغ عددهم 11 مشاركا من الكادر والمؤسسات الحكومية. وقال الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز إن الهدف من هذا البرنامج الذي استمر مدة أسبوعين التقييم والمساءلة والشفافية، مشيرا إلى أن عام 2019 سيكون عام التأهيل والتطوير والتنمية والاستقرار واستكمال التحرير لتعز. مشاهدينا الكرام، نحن دورنا في هذا البرنامج أن نتساءل معكم ونبحث معا عن الحقيقة. تساؤل آخر إلى جانب النظافة هو ما ضبطته شرطة النجدة من كمية دقيق فاسد أتلفت منها القليل، أين ذهبت بقية الكمية؟ نشاهد. الفساد في مرافق الدولة والحصار والحرب هو ما تعانيه تعز. أثبتت المقاومة جدارتها في مواجهة الانقلاب، فمتى تأتي اللحظات الحاسمة لمواجهة الفساد والمفسدين ومكاشفتهم بكل شفافية وتطبق فيهم عدالة القانون؟ إلى اللقاء.